بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وأما الأخبار فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. نعم، ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ، لكنه أمر بالقراءة وبالكتابة في الأكوان وفي القرآن، وحث على ذلك. خيركم، وخير وشر أفعل تفضيل، بس دي خير ما هيش على وزن أفعل، الملحقة بأفعل، ملحق بأفعل، يعني كأنك بتقول أخير. وأفعل ده فيه إيه؟ قال يقتضي المشاركة، أفعل التفضيل يقتضي المشاركة مع زيادة في المفضل، يبقى يقتضي المشاركة مش المساواة، في فرق. فلما أقول أحمد أحسن من حسنين، أحمد وحسنين يبقوا حلوين، ما هو الحسن موجود هنا وموجود هنا، بس أحمد زيادة شوي، الكفة بتاع الميزان بتاعته طبة شوي أكتر، شيء أرجح في الحسن. فأفعل التفضيل يقتضي المشاركة، وخير وشر هو في إيه؟ في 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 مشاركة. طيب، وهو كل أفعل التفضيل يبقى يقتضي المشاركة كده، قال ده الباب بتاعه، الحقيقة بتاعته كده، إنما ساعات يأتي على غير بابي، واخد بالك؟ يبقى غالب اللغة انه يقتضي المشاركة، لكن في اللغة حاجات صغيرة كده ما تقتضيش المشاركة. تبارك الله أحسن الخالقين، قال لك ليست على بابها. تبارك الله أحسن الخالقين، قال ليست على بابه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق فقط. فأحسن هنا ما هياش بتاعت أفعل التفضيل التي تقتضي المشاركة اللي احنا بنقول عليها، ده لازم تكون أحسن هنا حاجة تانية غير أفعل التفضيل الذي يقتضي المشاركة. هنا معناها أنه هو الخالق وحده، محدش خالق تاني، واخد بالك؟ أو تخلي الخلق هنا بمعنى الصنع، يبقى أحسن الخالقين معناها أحسن الصانعين على بابه، تبقى ساعتها على بابه بقى، ويبقى النجار اللي صنع حاجة تحفة كده حلوة قوي، ويعني شاف نفسه بيقولك ها شوف أنا عملت إيه، تقول له تبارك الله أحسن الخالقين. ولما يجي الحداد رسم لك حاجة حلوة قوي كده، ويعني ما فيش بقى بعد كده، وقلت أول ما شفتها الله الله ذكرت الله، ساعتها تقول إيه؟ تبارك الله أحسن الخالقين. وهكذا يبقى ساعتها الخالقين إذا خليتها على الصانعين
تبقى على بابه، كقول سيدنا عيسى: وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني أصنع لكم. أخلق هنا مش معناها خروج الموجود من العدم إلى الوجود، لا مش معناها كده. أخلق لكم هنا معناها أصنع لكم. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى أحسن الصانعين، اللي هو في اللغة ممكن نقول إيه؟ الخالقين، بمعنى الصنعة يعني، مش بمعنى الخلق من العدم كما هو شأن ربنا سبحانه وتعالى. فإذا خليتها الخلق بمعنى الإيجاد يبقى ليست على باب، وإذا خليتها بمعنى الصنعة تبقى أحسن هنا على باب. يبقى تعلمنا تعليمة جديدة اهي، إن اللغة العربية مظبوطة، وده يسمى حاجة على بابه، أفعل التفضيل ده على بابه، لكن ممكن يقل تيجي ليست على بابه عشان الكلام يستقيم. اقرأ. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يستغفر للعالم ما في السماوات والأرض، وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار له فهو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاستغفار له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك. وقد نبه بهذا على ثمرته في الدنيا، ومعلوم أن الآخرة خير وأبقى. في باب الكفاءة في الزواج قالوا أنه يجب أن الراجل يكون من مستوى المرأة التي يتزوج علشان ما يتعبهاش، لأن المرأة مهما كانت هي الطرف الأضعف في قضية الزواج، هي التي ستحمل وتلد وتعاين الموت وتربي العيال، هي الطرف الأضعف، فلازم الراجل ده يبقى أعلى منها علشان يريحها، علشان يعني يهنيها. قالوا: طيب ولاد الملوك يتجوزوا من بعض، ولاد التجار والأغنياء ورجال الأعمال يتجوزوا من بعض، ولاد القوات قوات الجيوش وكذا إلى آخره يتجوزوا من بعض، ولاد الحرفيين وكذا يتجوزوا من بعض. قالوا: طيب الراجل ده ابن راجل كان أميا ثم هو ذهب وتعلم وأصبح عالما، قالوا ده يتجوز بنت الملك. الله، ليه بقى؟ ما هو جاي من بيئة الحرف. قالوا: علمه يؤدبه، فشرف العلم فوق كل شرف، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. يبقى العالم ده هو بعد ما بقى عالم قوم يروح يتجوز بقى من اي حتة، والفقهاء يقولوا: ايوه ده عالم، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ لان الحكاية دي ما هيش حكاية عرقية تمييز عنصري، لا، دي حكاية اجتماعية علشان الأسرة تستقر. هو عالم يبقى عرف ازاي يخشى الله، عرف ازاي الأخلاق والأدب والراحة ويريح زوجته ازاي، ولذلك الحكاية دي تبقى مضمونة معاه. فشرف العلم فوق كل شرف، هو اللي الشيخ هنا بيقول أنها تجعل العالم كالملوك، أو ترقى بالصعلوك إلى مراتب الملوك، يعني في الزواج يعني. يعني الصعلوك هنا لما يتقدم لوحده كده من غير علم ولا حاجة يقول له: يا دي أنت ما أنتش واخد بالك ولا إيه؟ أنت صعلوك، ودي بنت ملوك،
لكن لما يتعلم ويصبح عالما لا فرقت بقى، فرقت يرقى العلم بالصعلوك إلى مراتب الملوك. نعم. وأما الآثار فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. وقال علي أيضا رضي الله عنه: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. وقال رضي الله تعالى عنه: ثلم في الإسلام ثلمة، يعني خرم في خرم، يعني بوظه. فاللي بيعتدوا على العلم الشريف بهذه الكيفية بيقطعوا ثوب الإسلام والعياذ بالله تعالى. فيبقى يحسبون أنهم يحسنون صنع، ولكن سبحان الله هكذا حاله. الإمام يتكلم أولا بالآيات، ثم بالأحاديث، ثم بالآثار. ومن أجل هذا المعنى كان الإمام مالك إذا أذن المؤذن وهو في الدرس فإنه يكمل الدرس، لأنه في أمر أكبر شأنا من الصائم القائم، يعني هو عبادة. فكانوا دائما يفهمون تحصيل العلم على أنه عبادة. لما كان الأمر كذلك والله أعلم بما هنالك، بنى المسلمون حضارة علمت العالم، ودخلوا في أمم كثيرة عالية القدر في بناء عمارة الدنيا، فأذهلوها وأسلموا ودخلوا في الإسلام أفواج. لماذا؟ لأن المسلمين أذهلوا العالم ببناء حضارته. العلم لا مخرج لنا من ورطتنا هذه إلا بالعلم. العلم يحتاج أولا إلى صدق، العلم ما ينفعش فيه كذب، فلا بد علينا من الصدق. مخرج ما نحن فيه الصدق. الناس بقت بتتعلم الكذب كتير. وهنا الإمام الغزالي بعد ذلك في الكتاب الثالث في المهلكات يتكلم عن رجل كان يخطب الجمعة ويدعو الناس إلى الصدق، فجاء في الجمعة التي بعدها أيضا كرر الخطب، واللي بعدها واللي بقى قالوا له بعدين ما فيش إلا الصدق، قال لهم يعني أنتوا كنتوا تركتوا الكذب علشان أترك أنا الدعوة إلى الصدق؟ لما تتركوا الكذب أتنقل لمسألة تانية، لكن أنتوا أصلا لم تتركوا الكذب، فلا أتركوا أبدا الدعوة إلى الصدق. فنسأل الله سبحانه وتعالى الصدق في القول وفي العمل، والله أعلم.